معيد معيدين معيدين ودي معيد معيدين ملتمين وفرحانين ملتمين وفرحانين نهني كل المخلصين معيدين نهني كل المخلصين معيدين مشاهدينا الكرام في اجواء العيد احنا اليوم كيف ما انتم عارفين احنا قاعدين في احد الاماكن اللي بيبيعوا فيها رح نقول بالام يخربش العيد على بعضنا خشوا نسالوا ونشوفوا شنو الاجواء اللي مجهزينها وشو الاسعار باش حتى الناس تعرف كيف ماشيه اجواء عيد الاضحى المبارك. شكرا عنتم بخير عيدكم مبارك شو جو العيد معكم والله الحمد لله بنعمه شكرا عنتم بخير انتم ما شاء الله كل سنه في نفس المكان تديروا في اجواء كم وتديروا في الاجواء اللي تعودنا عليها فتعودنا كل سنه معكم ما شاء الله السنه دي خير كم زين لا الحمد لله خير واجد والله الله يسلمك اول حاجه من فهم الوطن القوانين هذه انتم تصنعوا فين انتم ولا تشوفوا فين واتياتكم في معنا صنعوا فين وفي ناخذ منه واتي وفي اللي صورتك منهم في مصر وفي تركيا كيف تبيع على حسب عرفت في المحلي وفي المستورد في المحلي وفي المستورد مثلا هذا المحلي لو تعطينا نبذه على الاسعار مثلا اللي كيف هذا 55 عرفت عندي هذا 35 الصغير تمام عندي 2 ملي هذا هاي سمحة على حساس 60 عرفت وعندي القانون الكبير هذا تاع الحجم العائلي جمعت الاستراحة جمعت هو هذا حتى يقول عنده حوش فيه وفيه وسعني هذا منه فين جمعت الاستراحة عرفت جمعت المتوسع واللي عنده عرفت ب 300 جنيه هذا الميزة اللي فيه انه هو كامل متكامل الشواية بمكانه باللي حطوا فيه بالقرد القماط هذا جمعت حمد القماط حاجتها ديما القماط ياضي اكثر من مرتب في الحوش لان هذينا حتى كيما تبي سكر علي عرفت تاخذه وكيما تبي حتى هذا نظام حجم العائلي هذا ب 55 وهذا ب 75 الاسعار زي هذا نديروا فيه ب 35 الكبير شوالي كبير هذا النص هذا ب 50 ديرينا شوالي غادي بك الكبير هذا كبير 110 ديرينا شوال كويس اللي عندنا شنو شوال شعره ايوه حاجه اسمها يجيبوا فيها كل سنه اكثر سحب الفحم ولا الحطب والله هن كل سنه هو الفحم طعمه بي. حطب طبعا دخانه واجب ويجب الاكثر سحب الناس مثلا اصول الامواس تاعت الصالخ ولا الامواس الصالخ والذبح هذا صار من هذا من جاي من لورا من قدام الاثنين هذا خير بالصالخ هو هذا خير احسن خير عندك صوتي طبعا باشكال كلهن بس ما شاء الله حتى الخامه كويسه صغير متوسط في عندي كبير المحرومين نسير وعرس وفرح كبير في ضمن الجرح المحرومين